ذات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. أوقات صعبة كتير مرت فيها المرأة السورية على مر العصور بمجتمع تعود يفضل الرجل ويأخر المرأة عنه. بس رغم هالواقع ظهرت بالتاريخ السوري نساء سوريات احتلوا مواقع ريادية ليكونوا رائدات لنساء جيلهم. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم هي عادلة بيهم الجزائري. انولدت عادلة بيهم سنة 1900 بمدينة دمشق، وأخذت تعليمها بمعهد دياكونيز الألماني. درست علوم الدين على إيد العلامة الشيخ عبدالله البستاني صاحب معجم البستان، وهذا الشيء منحها لغة عربية قوية وأصيلة ساعدتها تأخذ مكانها بالإعلام وبالمنابر السياسية. بلشت عادلة بيهم مع رفيقات إلى عام 1915 بتأسيس جمعية يقظة الفتاة العربية، يلي كان الهدف منها إيقاظ الوعي القومي العربي للفتاة العربية ومحاربة الجهل ونشر العلم، وخاصة بين أبناء الفقرة وأصحاب الدخل المحدود. وبعد منها اشتركت كمان عادلة بيهم مع زميلاتها بتأسيس جمعية الأمور الخيرية للفتيات العربيات. بسنة 1916 ترأست عادلة بيهم لجنة بتشرف على دار الصناعة، وبتتولى تقديم وجبات مجانية لحوالي 1800 امرأة عاملة بصناعة الغزل والنسيج والأشغال اليدوية. وبعد منها بلشت بكتابة المقالات اللي بتنادي بالحرية والكرامة واللي بتدعو للاستقلال عن الحكم العثماني بصحيفتين المفيد والفتى العربي، بتشجيع من المناضل عبد الغني العريسي اللي أعدم شنقاً بستة أيار، وكانت توقع مقالاتها باسم الفتاة العربية. استمرت عادلة بيهم بعد التحرر من الاحتلال العثماني بنشر مقالاتها اللي بتخاطب فيها المرأة السورية لإيقاظ الوعي القومي عندها وتزويدها بالمعرفة، ومطالبتها بنفس الوقت بالتمسك بالاستقلال ورفض الانتداب. وأيام الاحتلال الفرنسي كتبت كمان عادلة بيهم بالصحافة باسم المستعار، وشاركت بالمظاهرات سنة 1925 واهتمت بأسر المعتقلين والملاحقين، حتى أن شكلت من خلال الجمعيات السرية لجنة خاصة لمساعدة أسر الثوار. وسنة 1927 كانت عادلة بيهم من مؤسسات جمعية يقظة المرأة الشامية، يلي كان الهدف منها تشجيع المرأة العاملة وخاصة بالريف، وكمان دعت من خلالها لأحياء الصناعات اليدوية وضرورة تطويرها. بسنة 1928 ساهمت عادلة بيهم بتأسيس جمعية دوحة الأدب باعتبارها جمعية أدبية اجتماعية للنهوض بواقع المرأة بالمجتمع، وافتتحت معهد دوحة الأدب اللي رفضت الحكومة الفرنسية منح الترخيص ليكون أول مدرسة نموذجية أهلية مستقلة ما بتتبع لسلطة الاحتلال ولا بتتبع لطائفة أو بعثة أجنبية. سعت من خلال المعهد لنشر العلم بين الفتيات ودعوتهم للمشاركة بالحياة العامة والمساهمة بتطوير الواقع والثقافة لمجتمعهم. وتولت عادلة بيهم إدارته وقت كان عمرها 22 سنة، وظلت بهالمنصب لحتى غيابها الموت سنة 1975. والمعهد استعان بأفضل المدرسات والمدرسين، واشتملت برامجه على دروس بالتربية والآداب الاجتماعية والسلوك والفنون التراثية، واهتم اهتمام خاص بالموشحات الأندلسية ورأس السماح، وقدمت طالباته عدة حفلات ناجحة بالبلاد العربية وبإفريقيا. سنة 1933 ساهمت عادلة بيهم بتشكيل نواة الاتحاد النسائي السوري، يلي بلش بثلاث جمعيات ليتطور العدد لـ14 جمعية، وانتخبت عادلة بيهم رئيسة له، وظلت بهالمنصب لسنة 1967. وعلى أيامها كان الاتحاد النسائي السوري هو الثاني بالمنطقة بعد الاتحاد النسائي المصري سنة 1923. من خلال الاتحاد النسائي السوري ساهمت عادلة بيهم بمحاربة الأمية ونشر العلم، وناضلت من أجل تحرر المرأة ومساواتها ومنح الحق بالانتخاب والترشح للمناصب السياسية. وبالفعل قدرت من خلال نضالها هي وزميلاتها ينتزعوا هالحق،
وبلشوا يشتغلوا على تعديل قانون الأحوال الشخصية عن طريق تقديم مذكرات لرؤساء الجمهورية وللنواب بالبرلمان بيطالبوا فيه بضرورة إفساح المجال للمرأة السورية لتوصل لمناصب قضائية وتنفيذية، وبضرورة مساواتها مع الرجل بالأجور والحقوق التقاعدية بعد الوفاة. نضالات عادلة بيهم ما اقتصرت على الشأن الداخلي بس، لا، اتوسعت للمحيط العربي والدولي، وساهمت بإطلاق الاتحاد النسائي العربي العام، ومثلت سوريا بلجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة أكثر من مرة. هي كانت نبذة مختصرة عن تاريخ عادلة بيهم الجزائري النضالي ودورها الكبير بمحاربة الجهل ونشر الوعي عند المرأة السورية، ومشان هيك استحقت وبجدارة لقب بنت الشمس. بنات الشمس معي أنا أماني.